عصير من نسيكو شكرا لكم اللي قاعدين تتابعوا في شاني يوتيوب فارس الانسويل فرحان برشا باش نلقاكم في فيديو اخرى واليوم حاب نحكي لكم على التغيير الايجابي. التغيير الايجابي نجم يجي كان من كتاب مزيان برشا ان كلاسيك موجود في الليست دو ليكتور نتاعي اي جو فيان دو لو فينير اللي هو كتاب اسمه اليرت سور لا بانكيز. الكتاب هذا كتبه لان دي غران دو ليدرشيب دو مانجمنت سورتو مانجمنت دو شونجمون اسمه جون كوتر مع هولجر رات جيبل. جون كوتر يقري في هارفارد يونيفرسيتي. Holger Radgeber, il est dans une multinationale pharmaceutique, en même temps l'un des grands du pilotage du changement. Kitbo, une fable qui m'a hacké, après d'écrire John Coulter, qui est Leading the Change, réussir le changement dans n'importe quelle condition. Hacké, il a fait alerte à la banquise qui m'a fait une chauffe au Côte de Genoubi, où on a fait des pingouins ou des manchots, aujourd'hui il faut la banquise. خلينا نحكي شوية على الكتاب هذا جسمه علاش إليه انتريسان 123 باج تقريبا تقرأ فيها قصة حلوة برشا متاع بانجوان اسمه فريد اللي اكتشف مشاكل صايرة تحت البنكيز متاعهم هاك المرسوم متاع الجليد الكبير هذاك حاجة نجم نقوله أكبر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية هكا نعرفوا أنتاركتيكا. مشي يصاد في الحوت كيما لي بانجوان كل لقى انه فما ديكافيتي يدخل فيهم الماء ومن بعد يبس الماء هذاك بحكم البرد لكن بشوية بشوية il prend du volume. Ça c'est du physique hein. Donc بشوية بشوية يكبر الفوليوم ويترشق. كي بشي يترشق فما ان ريسك كبير بما انه نجمو يبيرد لابونكيز نتاعهم البلاصة اللي يعيشوا فيها لي بانغوان. هذاك علاش il a voulu alerter. قال لهم on doit changer, on doit trouver une solution, c'est urgent. مشى يحكي مع لويس اللي هو الكبير نتاع لي بانغوان لما الكونسيل دو ليدرشيب فيه اليس فيه نونون فيه شوشو فيه برشا ناس انتريسون ناس كوا دي بانغوان كوا. بشوية بشوية بداو يحكي وعملوا لا كرياسيون دو سنتيمون دو لورجونس. ils ont partagé ça avec la communauté. بعد تعديو لي زيتاب لوخرين نتاع البيلوتاج دو شونجمون اللي هو كري اون سيرتين فيزيون يحضروا استراتيجي نتاعهم يعملوا لا كومونيكاسيون ديريير بعد بشوية بشوية كومون ريكروتي دي جون بور لي ايدي ا اكومبانيي لو شونجمون هذايا وكيفاش بشوية بشوية نجحوا في تحقيق الشونجمون ونقلوا من البنكيز نتاعهم اللي هي في خطر نحو بنكيز اخرى وزادا ايزون كري اون نوفيل هابيتود de la non-habitude, يعني نحيو أكل عادات ولي كرويونس ليميتونت اللي تخليك تقف وما تنجمش تو تادابت او شونجمون وتعمل ريزيستونس كبيره برشا. باش تلقى دي بورسونتاج باش تلقى دي ميتافور مزيانين باش تلقى دي تكنيك اي دي زوتي تستعملهم انت في الاورجانيزاسيون تاعك ولا في الانستيتيوسيون اللي تخدم فيها وتخليك تعمل ادابتاسيون او شونجمون بما انه احنا نعيشوا في عالم كله تغيرات ويتغير بالسكوندا توا بالايفوليسيون تاع التكنولوجي اي لي شونجمون دو جينيراسيون اي دي مونتاليتي. هذا هو الكتاب نتاعنا نعاود نذكر اسمه أليرت سور لا بانكيز جون كوتر هولجر رادجيبر اللي هما لان دي غران نتاع البيلوتاج دو شونجمون. الكتاب هذا خديته انا من معرض الكتاب في ستاند الميزون دو ليفر اما توما نجمو تلقاوه في الميزون دو ليفر اللي هي موجوده مقابله الانساك في تونس ولا في بعض المكتبات الاخرين. اون بليس خذوا ليديسيون هذايا نوفو زوريزون اللي هي تعمل ايديسيون سبيسيال لو كوست نجمو نقولوا ارخص من الكتاب في ليديسيون هارد كفر.